طريقة استرجاع الواي فاي في حال عدم الربط مع هوت سبوت في ويندوز 10. نذهب إلى ماي كمبيوتر أو مانجمنت، ثم نذهب إلى ديفايس مانجر، ثم نذهب إلى نتورك أدابترز، ثم نعمل انستول للويرلس أو النتورك كونكشن. نضغط على اليمين ونضغط على انستول ديفايس، والثاني تثبيت كمان نضغط عليه ونعمل انستول ديفايس. كده احذف لك الانترنت اللي عندك في الجهاز. حالة الاسترجاع تضغط على نتورك هنا وتضغط على كليك يمين وتعمل سكان فور هاردوير تشينجز، وحيرجع لك الانترنت مرة اخرى او التثبيتات الاثنين مرة اخرى، وتعمل ريستارت للجهاز وحيشتغل معاك الانترنت. تعمل ريستارت وحيشتغل معاك الواي فاي اذا لم يعمل معك في المرة الاولى. انا جربت 6 محاولات فكلها لم تعمل معي ما عدا المرحلة الاخيرة، هذه اشتغلت معي وجزا الله خير من علمني، وحبيت افيدكم بالمعلومة. وفي برضو هنا اذا دخلت على السيتنج تدخل على نتورك، في حاجة اسمها البروكسي، البروكسي لازم تتأكد انه البروكسي عامل اوف مغلق، لو كان مفتوح احيانا بيعمل مشاكل في الانترنت. هنا الان معمول اوف، فاذا كان عندك اون اعمله اوف، تأكد من الحتة دي برضه بتعمل مشاكل في اجهزة اللابتوب. بعدين تدخل على الويرلس او تعمل ريستارت اولا للجهاز عفوا، وتدخل على الويرلس وتعمل كونكت للواي فاي. وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.